مرتده. يلا سلام سلام سلام، انطلق مر، حط يا راجل حط يا راجل، جول 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 جوه، جول. هدف اول للنادي الاهلي عن طريق محمد سلامه، حمد الله سلامه يا محمد يا سلامه، وهدف اول للنادي الاهلي. سلام يا رب يعملها يا ولد جميله. طه طه بالعرض يا راجل، طه حط يا راجل حط يا راجل، جول 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 جوه، جول محمد سلامه. سلمى يا سلامه، وهدف تاني محمد سلامه، هدف تاني للنادي الاهلي. الموال والروايه والحكايه، ركله الجزاء فتحي وحمزه، فتحي وحمزه، جول 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 جوه، جول. هدف اول لفريق ابن يرجع مره تانيه الطويله، الطوله الاماميه، عدت مر تشادي، جول 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 جول. الفراري شادي رضوان يضع هدف، هدف الثالث للنادي الاهلي، ثلاثه النادي الاهلي، ثلاثه والفراري. الفراري شادي رضوان، طه محمود، طه مشي عدى، يلا يا راجل العب يا راجل عرضيه، حط يا راجل عثمان، جول 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 جوه، جول يوسف عثمان. يوسف عثمان بنكهة هدف وأهداف زمان بالقدم اليسرى، عثمان يضع هدف الرابع للنادي الأهلي. أحمد سيد عبد النبي غير ملعب هناك، يلم أشرف يصوب، يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جوه، جول. هدف خامس للنادي الأهلي، خماسية للنادي الأهلي، هدف عن طريق اللعب طه محمود، لكن تصويبة محمد أشرف بالقدم اليمنى. يسرى مازن أسامة، يلعبها مازن، عدت مرت، حط يا راجل، جول 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 جوه، جول. هدف أول للنادي الأهلي، هدف أول للنادي الأهلي، هدف أول. ركز في الملعب اللي بيعمله الكابتن شريف عبد الفضيل صح، اللاعب النادي الاهلي، ركز في الملعب، وادي هدف اول للاعبي النادي الاهلي في الشباك. لعبه العرضيه مقطوعه، وادي هدف اول لفريق انبي، هدف اول لفريق انبي عن طريق لاعب محمد عماد، يسرق لاعب النادي الاهلي ويضع هدف اول، هدف اول لفريق. دي كانت اهداف قطاع الناشئين خلال الاسبوع اللي فات. قطاع الناشئين كل الفرق في النادي الاهلي لعبت انبي، كان الجدول محطوط كده، فريق 99 النهارده فاز على انبي 2-1 في ملاعب الناشئين مدينه نصر، فريق 2003 تعادل 1-1، وفريق 2001 فاز بخماسيه. زي ما احنا شفنا الاهداف، يعني عايزين نشرح مع بعض الهدف الرابع للنادي الاهلي اللي احرزه اللاعب يوسف عثمان، هدف حلو. اللي عدى من ناحيه اليمين هو اللاعب طه محمود، يا ريت نعيدها تاني يا دكتور، نعيدها تاني علشان ماشي. اللي عدى من ناحيه اليمين هو اللاعب طه محمود، وهو ايضا احرز هدف في هذا اللقاء، رفع عينه وباصص ومرر الكره لواحد، واحد من لاعبي النادي الاهلي. النهارده يوسف عثمان ما استلمش الكره، لا ده يعني واخد القرار والكره جايه على شماله، حاططها في حته صعبه جدا على حارس المرمى، وكمان الحلو ان في نفس الزاويه اللي جايه منها الكوره من ناحيه شمال الحارس، يعني يمين النادي الاهلي، فيها قوه وفيها تركيز، وهدف يعني ده هدف الاسبوع بتاعنا. هو كان اللاعب اللي احرزه اللاعب يوسف عثمان، وايضا يوسف عثمان من اللاعبين المبشرين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح دلوقتي بقى لمنتخب الاسبوع، كل اللاعبين اللي تالقوا داخل قطاع الناشئين ومن خلال المباريات، هنشوف مع حضراتكم دلوقتي، هنستعرض على الشاشه منتخب الاسبوع. منتخب الاسبوع في حراسه المرمى حارس مرمى النادي الاهلي طارق حسن مواليد 2003، خط الظهر من اليمين طارق فوزي 2005 ويوسف علي 2002 وايمن عبد الله 2002 ومازن اسامه 2003. في خط الوسط عربي بدر 2001 وجلال فارس 2002، تحت المهاجم محمد سلامه 2001 وزياد طارق 2005 وشادي رضوان اللي احرز هدف في لقاء الاهلي وانبي الاخير اللي انتهت 5-1 واحمد فكري مهاجم فريق 2005. هو ده كان منتخب الاسبوع بالنسبه لينا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، اللعيبه اللي تالقت خلال المباريات خلال الاسبوع اللي فات. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.